السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صافية، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم في واحد الجولة لاحد اكبر المحلات التجارية هنا بكندا، اللي كتوفر فيه المنتجات ديال الرياضة والمنتجات الترفيهية، كل ما يخص لوازم المخيمات وكذلك لوازم الصيد. فغادي ناخذكم في هذه الجوله، وهذا المحل رائع رائع جدا. فانا يعني ما ركزتش بزاف على المستلزمات وعلى الاشياء اللي كاينه في هذا المحل، قدر ما عجبني بزاف يعني الديكور ديالو، حاطين فيه دايرين فيه واحد الرسومات زوينين، حاطين فيه حيوانات زوينه، فانا عجبوني بزاف وصورتهم وقلت نشاركهم معكم. كنتمنى يعجبوكم وخليكم معايا في هذه الجوله. Thank you.
الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الجوله هذه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ودائما كما تنقول لكم، الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم، على تعليقاتكم الزوينه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.